فاللقاء ديال اليوم كيدخل في اطار اعطاء انطلاقه ديال المرحله السادسه للحمله من اجل مكافحه تفشي وباء كورونا في الوسط الفلاحي من جهه بني ملا الخنيفره اقليم الفقيه بن صالح تحت الرئاسه ديال السيد عمي صاحب جلاله الاقليم. هذه الحمله هذه اللي جات في واحد السياق اللي هو جد مهم لواحد السياق اللي هو حساس شويه لان كيف كتعرفوا كاين واحد انتشار ويعني كون واحد ارتفاع مضطرد ديال الحالات ديال كورونا يعني على المستوى الوطني كاين واحد الديناميه اللي كيعرفها القطاع الفلاحي. اذن هاد الامور هذه وهاد الظروف هذه جعلتنا اننا يعني نعجلوا بهاد الحمله هذه ونجولوا يعني جميع الجهات ديال المغرب باش اننا بشراكه مع السلطات المحليه ومع جميع الفاعلين الغرف ديال الفلاحه والمهنيين كذلك باش اننا نقوموا بهاد الحملات التحسيسيه. السيد عامي صاحب الجلاله على اقليم الفقيه بن صالح يوم تحسيسي للوقايه من تفشي وباء كورونا كوفيد 19 كيتزامن مع الموسم الفلاحي 2020-2021 وكيهدف من طبيعه الحال على السلامه والسلامه الصحيه ديال المتدخلين في القطاع الفلاحي الفلاحين من العمال وعاملات في الميدان الفلاحي وكذلك مسيرين ديال الضيعات سواء على مستوى الحقل او مستوى الوحدات نتاع التثمين. في اطار التضامن مع القطاع الفلاحي فهذه المؤسسه ديال الاستشاره الفلاحيه قامت بهذه المهمه هذه وفي تشارك مع الغرف الفلاحيه خاصه الغرفه ديالنا في الجهه ديالنا ديال بني ملا وخنيفره وهذا غتمكن باننا ناثروا هذوك الفلاحه خاصه المنتجين ديال الحليب اللي تيتواجدوا في البوادي وفي القرى لان الناس اللي ما واعينش بزاف باش يعني نوصلوا لهم هذه الاجراءات الاحترازيه باش للحد من هذه الافه ديال الكوفيد 19. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.